الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف لنا وش حنصف وكفيها الله الله مين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مش تخلي ناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن أصحاب النبي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن الإضافة، وبينت لكم أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية، أو إن شئت فقل محضة وغير محضة. وبينت لكم فيما مضى أن الإضافة اللفظية تفيد التخفيف فقط، كضارب تقول جاء ضارب زيد، فهي إضافة لفظية وهي إضافة غير محضة وتفيد التخفيف. وأما الإضافة المعنوية أو الإضافة المحضة فهي التي تفيد التعريف أو التخصيص، فإن كان المضاف إليه معرفة أفادت التعريف كما تقول جاء غلام زيد، وإن كان المضاف إليه نكرة أفادت التخصيص تقول جاء غلام امرأة. وبينت لكم أن الإضافة تكون بمعنى في، وتكون بمعنى من، وتكون بمعنى اللام. فإن كانت الإضافة بمعنى في فضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، تكون بمعنى في، ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا لمن؟ للمضاف. تقول الحسين شهيد كربلاء، يعني شهيد في كربلاء. وتقول عثمان شهيد الدار، يعني شهيد في الدار. وكلنا يعلم أن استشهاد أمير المؤمنين وهو سيدنا عثمان رضي الله عنه فتح أبوابا كثيرة من أبواب الشر، ودخل كثير من أصحاب الأهواء في الإسلام، وهدفهم من هذا الكيد للإسلام. والشاعر يقول لعمر أبيك فلا تجزعن، لقد ذهب الخير إلا قليل، لقد صفها الناس في دينهم، وخل ابن عفان شرا طويل. انظر معي إلى قوله تعالى بل مكر الليل، التقدير مكر في الليل، تربص أربعة أشهر، يعني في أربعة أشهر. وتكون الإضافة بمعنى من إذا كان المضاف إليه جنس للمضاف، يعني المضاف بعض من المضاف إليه،
تقول: هذا ثوب حرير، التقدير من حرير، وتقول: باب ساج، والتقدير باب من ساج. وقلت لكم الساج نوع من الخشب، وضابطها أن يصلح المضاف إليه خبر. تقول: باب ساج، ثوب حرير، يصح هذا. وتكون الإضافة بمعنى اللام، تقول: غلام زيد، التقدير غلام لزيد. وتقول: باب المسجد، والتقدير باب للمسجد. هذا هو ما يتعلق بالإضافة. هناك نقطة أخرى، وهي: هل يصح أن تجتمع الإضافة والتنوين؟ والجواب على ذلك لا. فحينما أقول غلام، فإن أردت أن أضيفه أقول غلام زيد، فهنا يحذف التنوين. لذلك يقول ابن مالك: نونا تلي الإعراب أو تنوين، ممن تضيف احذف، كطور سينا. أقرأ، تفضل. قال الشيخ: يعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، نعم، ولا مع النون التالية للإعراب، نعم، ولا مع الألف واللام، نعم. تقول: جاءني غلام يا هذا، أيوة، فتنون، نعم. وإذا أضفت تقول: جاءني غلام زيد، فتحذف التنوين، فتحذف التنوين، فتحذف التنوين. لكن ما السر في هذا؟ التنوين يدل على آخر الكلمة، فإذا أتينا بالمضاف إليه أصبحت كلمة واحدة، فيكون التنوين حشو في وسط الكلمة، ومن هنا امتنع التنوين مع الإضافة. لما؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فلا يصح الإتيان بالتنوين. واضح هذا؟ عظيم جدا. لذلك لك أن تنون الآخر، تقول: غلام زيد، فأنت نونت آخر الكلمة. والسبب في هذا أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فلا يصح أن يكون التنوين حشو. ما معنى حشو؟ يعني في وسط الكلمة. وأحب أن أشير إلى كلمة، وهي كلمة حشو. الحشو يكون في وسط الكلام، وفي علم العروض الحشو يكون في وسط البيت، لأنكم تعلمون أن أول البيت يسمى صدر، يسمى صدر، وآخر المصراع الأول يسمى عروضة، وآخر المصراع الثاني يسمى ضرب، ووسط البيت يسمى حشو. وأما الحشو في الإطناب فهو أن يأتي بعبارة زائدة، هذا هو الحشو. والقائل يقول: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فكلمة قبله كلمة الأمس تغني، فلما أتى بكلمة قبله؟ هذا حشو، هذا عند علماء البلاغة. فضل. وذلك لأنه يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه، نعم، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. الله، جميل. وتقول: نعم، جاءني مسلمان، أيوة، ومسلمون، نعم، فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك. يعني كأن النون التي تلي الإعراب تثبت عند الإضافة أم تحذف؟ تحذف. نون المثنى ونون الجمع. ولذلك القائل يقول: كما قلت لكم عزلت وغيري مثبت في مكانه، كأني نون الجمع حين تضاف. يعني نون الجمع يستغنى عنها متى؟
يستغنى عنها عند الإضافة، فتحذف عند الإضافة. يعني جاء مسلمون، نقول جاء مسلم مكة، وأنت ترى هنا أن حذفت النون من الجمع من أجل من؟ من أجل الإضافة. نعم. قال الله تعالى: والمقيم الصلاة. والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة. لكن لما نصب المقيم؟ من يعرف؟ والمقيم على المدح، أمدح مقيم الصلاة. صح يا سيدي. نعم. قال تعالى: إنكم لذائق العذاب. لذائق العذاب، والأصل ذائقون. نعم. قال تعالى: إنا مرسل الناقة. إنا مرسل الناقة. إنا مرسل الإيه؟ إنا مرسل الناقة. الله يفتح عليكم. مرسل الناقة مش مرسلون. يعني لو قيل في غير القرآن مرسلون الناقة معايا، لكن مرسل الناقة بالإضافة. ومن هنا حذف أي شيء؟ حذف النون. أيوة، عظيم. والناقة مضاف إليه. نعم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. نعم. والأصل المقيمين. أيوة. ولذائقون. نعم. ومرسلون. نعم. والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين. جميل. لكونها قائمة مقام التنوين. نعم. يعني كأني أفهم من هذا إن التنوين في آخر الكلمة، وكذلك النون، ومن هنا تحذف عند الإضافة كما قلت لكم، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فأصبح التنوين حشوة، أو أصبحت النون حشوة. نعم. وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب. نعم. احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير. أيوة. وذلك كنوني حين وشياطين. أيوة. فإنهما متلوان بالإعراب. نعم. لا تاليان له. أيوة. تقول: هذا حين يا فتى. أيوة. وهؤلاء شياطين يا فتى. الله. فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون. بعد النون. هل هذه النون تحذف من جمع التكسير عند الإضافة، أو النون في المفرد تحذف عند الإضافة؟ لا تحذف. لماذا؟ لأن النون هنا تلي الإعراب أم الإعراب يليها؟ الإعراب بعدها. عظيم جدا. ومن هنا لا تحذف النون من جمع التكسير. مثلا شياطين، من يأتي بمضاف ومضاف إليه؟ تقول: جاء شياطين الإنسي. الله. جميل. جاء شياطين الإنسي أو شياطين الجني. والفرق بين شيطان الإنس وشيطان الجن واضح. فالجن سموا بذلك، قالوا جن، الجيم والنون إذا وجد في كلمة دل غالبا على الستر، الاستطار أو الاختفاء. من ذلك شياطين، شيطان، أو من ذلك جني، الجني سمي بذلك. لماذا؟ شيطان الجن سمي جنيا لماذا؟ لأنه يختفي عن الأعين. ومن ذلك جنين سمي جنينا لأنه مستتر في بطن أمه. ومن ذلك جنة، لما سميت جنة؟ جنة لأنها تخفي، أيوة، من فيها بالأشجار. ويقال جن الليل إذا ظهر فيستر من فيه. ولذلك يقول صاحب الجوهرة: والنار حق وجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. جنة ذي جنة يعني مجنون. يقول: النار حق والجنة حق وأنهما موجودتان، فلا تمل للفلاسفة الذين أنكروا وجود الجنة بالمرة، ولا تستمع إلى القاضي عبد الجبار المعتزلي، وإلى أبي هاشم من المعتزلة،
فهؤلاء هم من المجانين. بس هذا كلام في تجوز، لأن القاضي عبد الجبار إمام كبير. القاضي عبد الجبار المعتزلي له كتب عظيمة، ومن أراد المزيد فعليه بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن، تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار. والخلاصة أن نون المفرد ونون جمع التكسير لا تحذف عند الإضافة. نعم. فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس. أيوة. وهؤلاء شياطين الإنس. جميل. بإثبات النون فيهما لأنها أيوة. متلوة بالإعراب. نعم. لا تالية له. جميل. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام. نعم. فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد. نعم. وذلك لأن الألف واللام للتعريف. أيوة. والإضافة للتعريف. فلو نعم. قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. وهذا كلام وجيه، يعني يبين أن الألف واللام ال تحذف عند الإضافة، الإضافة المحضة. تقول جاء غلام زيد، أصلها جاء الغلام، فعند الإضافة تحذف ال. لماذا؟ لأن ال للتعريف والإضافة تفيد التعريف. فكيف تأتي بتعريفين أو بمعرفين للإسم؟ كيف يكون الإسم معرفا من ناحيتين؟ ومن هنا يكتفى بالإضافة وتحذف الألف واللام. ولذلك أنت تحس إن هذه العبارة حينما أقول جاء الغلام زيد فيها نوع من الركاكة وفيها نوع من الثقل. وأنتم تعلمون أن البلاغة وأن البلاغة مراعاة مقتضى الحال، وأن الكلام الفصيح هو الذي خلى من التنافر وخلى من الغرابة. متى يكون الكلام فصيحا؟ إذا خلى من الركاكة، إذا خلى من الغرابة، إذا خلى من مخالفة القياس، من مخالفة، يعني إن كان الكلام مخالفا لقوانين الصرف لا يكون فصيحا. ولذلك خطأ القائل حين قال الحمد لله العلي الأجللي، هذا خطأ. والقياس الحمد لله العلي الأجل، فلا يصح له أن يفك الإدغام. هذا كلام واضح. نعم. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. الله. نعم. وفي المسألة واحد من خمسة أمور. جميل. تذكر. أيوة. فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. أيوة. أحدها. نعم. أن يكون المضاف مثنى. أيوة. نحو الضاربة زيد. هذا يعني الأمر يبين فيه أنه يصح الجمع بين الألف واللام وبين الإضافة، وذلك في مواطن. الموطن الأول إذا كان، مرة أخرى، إذا كان المضاف مثنى. مثنى. تقول الضاربة زيد. الضاربة زيد، وأنت ترى هنا أنك جمعت بين الألف واللام وبين الإضافة. نعم. والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالما. نعم. نحو الضارب زيد. الله. الضارب زيد. الضارب أصلها الضاربون. نعم. فهنا جاء المضاف جمع مذكر فاقترن بالألف واللام مع أنه مضاف، جاء الضارب زيد، هذا جائز. يبقى الأمر الأول إذا كان المضاف مثنى، الثاني إذا كان المضاف جمع مذكر. نعم. والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام. نعم. نحو الضارب الرجل. جاء الضارب الرجل. الرجل، وأنت ترى هنا
أن ال دخلت على من؟ دخلت على المضاف الضارب، ودخلت على من؟ على المضاف إليه، فهذا جائز، جاء الضارب الرجل. نعم. والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام. أيوة. نحو الضارب رأس الرجل. الضارب رأس الضارب ها رأس الرجل. هنا لما أدخلت ال على الضارب؟ لأنه مضاف إلى مضاف فيه ال. الضارب الرجل أو الضارب رأس الرجل. الضارب مقترن بال، الضارب مضاف ورأسي مضاف إليه، والرجل نعربها إيه؟ رأسي الرجل مضاف إليه أيضا. عظيم جدا. عظيم جدا. نعم. والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام. أيوة. وهو نحو مررت بالرجل الضارب غلامه. أيوة. مررت بالرجل الضارب الضارب إيه غلام. أيوة. هنا الواقع مررت بالرجل، الرجل هنا مقترن بأل. الضارب الضارب ها غلامه، الضارب مضاف وغلامه مضاف إليه. الضمير هنا يعود على من؟ على الرجل. أيوة. الضمير يعود على بالضبط الرجل الضارب. صح. هذا هذه المواطن هي التي يصح لك فيها أن تجمع بين المضاف، أن يكون المضاف بأل، ما عدا ذلك لا. الله يفتح عليك. لكن ما عدا هذا لا يصح، يعني لا يصح أن أقول جاء الغلام زيد، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنكم أحسستم بأمر أن هذه الأنواع الماضية لا تفيد إلا التخفيف، الضارب اسم فاعل، وأنتم تعلمون أن اسم الفاعل يجمع، الضاربون أو ويثنى الضاربان، فكلها إضافة لفظية أو إضافة غير محضة. أما والخلاصة أن الإضافة المحضة لا يصح فيها أن نجمع بين ال وبين الإضافة. نعم. باب الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. الله. نعم. هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها، وهي سبعة. نعم. أحدها اسم الفعل. نعم. وهو على ثلاثة أقسام. أيوة. ما سمي به الماضي كهيهات. هيهات بعد بمعنى بعد. هيهات بمعنى بعد، تقول هيهات هيهات العقيق. هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، والعقيق فاعل. فهذه أسماء لأفعال ماضية، هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. تقول شتان زيد وعمر، يعني افترق. نعم. اسم فعل ماضي. نعم. قال الشاعر. نعم. فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. الله، شيء جميل. فهيهات هيهات العقيق ومن به. ومن به. فهيهات هيهات العقيق ومن به. الشاهد فهيهات هيهات العقيق، وأنت ترى أن العقيق وقع فاعل، وهيهات هنا اسم فعل ماض بمعنى بعد، العقيق فاعل وهيهات بمعنى بعد العقيق. والبيت من أي بحر؟ أنتم بينكم وبين العروض نسيان، لأني بينت كثيرا الأبحر،
هذا البيت من بحري الطويل، وأجزاؤه فعول مفاعيل فعول مفاعيل مرتين، إلا أن العروضة يعني آخر المصراع الأول تكون مقبوضة، والقبض هو حذف الخامس الساكن، تحذف الياء من مفاعيل فتصبح مفاعل. والطويل بحر مشهور عند العرب، والشعر فيه كثير، من ذلك مثلا معلقة امرئ القيس حين قال في المطلع: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ولقد صاغ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى منظومته في علم القراءات، يقول في المطلع: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا. فالشاهد في هذا البيت هيهات العقيق، فالعقيق فاعل لهيهات، وهيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد. وما سمي به الأمر كصح بمعنى اسكت. أيوة. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت. وهذا كلام جميل، إذا قلت لصاحبك، وهذا تعبير فيه جمال، إذا قلت لصاحبك، هل لابد أن يكون صاحبا لك؟ لا، لكن بينك وبينه صحبة في المجالسة، لأنه يجلس بجوارك. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت. صح بمعنى أسكت، صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت. يبقى إذن، لكن أنا لي سؤال: ما الفرق بين فعل الأمر وبين اسم فعل الأمر؟ من يعرف الفرق؟ هو اسم فعل الأمر لا يقبل ياء المخاطبة، نعم، وأما فعل الأمر فيقبل ياء المخاطبة. تقول: اسكتي، أما صه فلا تقبل ياء المخاطبة. هذه واحدة. كذلك هناك شيء لطيف، وهو أن فعل الأمر يصح أن يتقدم المفعول عليه، يعني حينما أقول مثلا: زيدا اضرب، زيدا اضرب، نعرب زيدا مفعول مقدم، والفعل هو اضرب والفاعل أنت، والأصل اضرب زيدا. أما اسم فعل الأمر فلا يصح أن يتقدم المفعول عليه، فلا يصح أن تقول: ضرابي زيدا، زيدا ضرابي، وإنما أقول ضرابي زيدا، لكن زيدا ضرابي وأقدم المفعول على اسم فعل الأمر وهو ضرابي لا يصح. فهذا ملمح لطيف أرجو أن تتنبهوا إليه. هنا سؤال آخر: أسماء الأفعال لما سميت أسماء؟ والجواب على هذا: سميت أسماء لأنها تقبل التنوين، فما نون، حينما أقول صهن، فما نون يكون نكرة، وما لم ينون يكون معرفة، وهذا دليل على أنها أسماء، لأن التنوين من علامات الاسم،
لقد بينا فيما مضى أن التنوين أنواع، فهناك تنوين التمكين يختص بأي شيء؟ بالأسماء المعربة كزيد، وهناك تنوين التنكير يختص بالأسماء المبنية كسيبويه، كل علم مختوم بويه فهو مبني على الكسر، وهناك تنوين المقابلة ويدخل على جمع المؤنث. لما؟ لأنه يقابل النون في جمع المذكر، تقول مررت بمسلمات، فإنه يقابل النون في قولك مررت بمسلمين، وهكذا. نعم. ما سمي به المضارع كوي. نعم. وي. نعم. بمعنى أعجب. أعجب. نعم. قال تعالى ويك أنه لا يفلح الكافرون. ويك عجبا أو أعجب من فلاح الكافرين. نعم. أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. جميل. ويقال فيه وا. نعم. قال الشاعر. أيوه. وبأبي أنت وفوك الأشنب. نعم. كأنما ذر عليه الزرنب. الله الله. الزرنب ما معنى الزرنب؟ نوع من أنواع النبت الطيب يسمى زرنب. نعم. وواهن. نعم. قال الشاعر واهن لسلمى ثم واهن واها يا ليت عيناها لنا وفاها. الله، هذا بيت جميل. واهن لسلمى، وفي رواية واهن لريا ثم واهن واها سلمى أو ريا، واهن لريا ثم واهن واها يا ليت عيناها لنا وفاها. واهن لسلمى، فواهن هنا بمعنى عجبا أو أعجب. عظيم. وفيه شاهد آخر وهو أنه جاء المثنى بالألف في كل أحواله، واهن لسلمى ثم واهن واها يا ليت عيناها لنا وفاها إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. والقياس أن يقول إن أباها وأبا أبيها قد بلغا في المجد غايتيها، ويقول يا ليت عيناها، المفروض يقول يا ليت عينيها عينيها. لكن العرب، بعض القبائل العربية يلزمون المثنى الألف رفعا ونصبا وخفضا، تقول هذان كتابان وأعطيتك كتابان ونظرت إلى كتابان. وهي لغة جميلة، لغة الحارث بالكعب. ولعلي أخبرتكم بحكاية طريفة، كنا في حصة الإنشاء في السنة الثالثة الابتدائية، وكان الموضوع عن عالم الحيوان، الرفق بالحيوان، فقام طالب وتكلم وقال ومن حبي لهذا الموضوع اشتريت كتابا بقرشان، فقال له الشيخ لحنت، قال لا يا سيدي أنا أتكلم بلغة الحارث بالكعب، لأنه يلزم المثنى الألف. فقال له الشيخ خذ القرشان، كلمه بما لغة من؟ بلغة الحارث بالكعب. ورد في القرآن مثل هذا، وورد في القرآن إن هذا لساحران، أقرأ أيوة إن هذا إن هذان، أيوة الله يفتح عليك، قال إن هذان لساحران، صح هذا. نعم. ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله. هذه مسألة مهمة، من أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر، يعني هل يصح أن تقدم المفعول على اسم الفعل؟ تقدم المفعول على اسم الفعل، يعني مثلا ضرابي اسم فعل أمر بمعنى اضرب،
أو دراكي بمعنى أدرك. هل يصح أن أقول زيدا دراكي؟ لا، وإنما أقول دراكي زيدا. لكن بالنسبة للأمر، فعل الأمر يصح. آه عظيم. ممكن تقول زيدا أدرك، وممكن تقول أدرك زيدا، وهذه مسألة مهمة. تفضل. فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا. أيوة. أن يقال زيدا عليك. عظيم. خلافا للكسائي فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم. الله، كتاب الله عليكم، هو فيها خلاف. الله، كتابا نعربها يا سادة. كتب الله كتابا مصدر لفعل محذوف، لكن بعضهم أجاز، قال لا، كتابا مفعول لمقدم، نعم، لعليكم، كتاب الله عليكم. يعني كأنها مسألة خلافية، لكن الأولى عدم التقديم. نعم. زعيما أن معناه عليكم كتاب الله، الله، أي الزموه. نعم. وعند البصريين أن كتاب الله مصدر. أيوة. محذوف العامل. عظيم، فعل محذوف. نعم. وعليكم جار ومجرور متعلق به. نعم. أو بالعامل المقدم. نعم. والتقدير كتب الله ذلك كتابا عليكم، ودل على ذلك المقدر قوله تعالى حرمت عليكم. الله. لأن التحريم يستلزم الكتابة. الله. نعم. ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه. أيوة. تقول نزالي نحدثك. نزالي نحدثك. نعم. نعم. بالجزم. بالجزم. آه. نزالي نحدثك. معناها انزل نحدثك. يعني يبين أمرا مهما، أن الفعل المضارع، الفعل المضارع يجزم في جواب الطلب. حينما أقول مثلا انزل أحدثك، انزل فعل أمر، وممكن أقول نزالي اسم فعل أمر نحدثك، فالفعل يجزم في جواب الطلب، سواء كان الطلب بالأمر أو باسم فعل الأمر. نعم. كما نقول انزل نحدثك. نعم. وقال الشاعر. نعم. وقولي كلما جشأت وجاشت. نعم. مكانك تحمدي أو تستريح. عظيم جدا. الشاهد هنا، اتفضل، مكانك. نعم. فمكانك في الأصل ظرف مكان. أيوة. ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل. عظيم. ومعناه اثبتي. أيوة. وقوله تحمدي. أين الشاهد هنا؟ تحمدي. تحمدي نعربها ايه يا سادة؟ تحمدي فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. مكانك، ما معنى مكانك؟ اثبتي، يعني اسم فعل امر، بمعنى اثبتي، فجزم المضارع بعده. نعم. تفضل. وقوله تحمدي مضارع مجزوم في جوابه، وعلامة جزمه حذف النون. نعم. واضح هذا؟ نعم. ومن أحكامه. نعم. أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه. أيوة. لا تقول مكانك فتحمدي. أيوة. وصح فنحدثك. نعم. خلافا للكسائي، وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة. أرجو. فلم أحتج إلى هذا. أن تتنبهوا إلى هذه المسألة. أنتم تعلمون أن الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب المقترن بفاء السببية ينصب بأن مضمرة وجوبا، والطلب كما تعلمون يشمل الأمر والدعاء والنهي والتمني والاستفهام والعرض والتحضيض. الفرق بين العرض والتحضيض أن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بإزعاج والترجي. فالفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد هذه الأشياء إذا كان جوابا لها. ولذلك مثلا تقول انظر إلى قوله تعالى
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ يشفعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بيا جماعة بهل. قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب التمني ليت، وهكذا. لكن الفعل المضارع إن اقترن بالفاء ووقع في جواب اسم فعل الأمر لا ينصب وإنما يرفع. أقول صه فأحسن، فأحسن إليك بالرفع. وإن سقطت الفاء ماذا يحدث؟ يجزم صه أحسن إليك. فتنبهوا إلى هذا. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع أصلى الفجر ولذف مصر وحوالينا. الله 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 على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن أكثر لو قلت وصفت.